نبدأ هذه النشرة لأبرز ما كتبت الصحف الإفريقية الصادرة اليوم بجريدة لوسولاي السنغالية، التي كتبت أن إعادة فتح المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس التكوين المهني الذي سيتم في 2 يونيو أثار بعض القلق لدى العموم، لكنه لقي ترحيبا من قبل كافة الفاعلين. وفي الغابون كتبت غابون أكتوي أن هذا البلد سجل في يوم واحد 282 حالة إيجابية جديدة لكوفيد 19 و 41 حالة شفاء. وإلى جنوب إفريقيا، حيث كتبت صحيفة ذا سيتيزن أن تصريحات وزير الشغل أشارت إلى أماكن عمل في البلاد لا تحترم بروتوكولات الحماية ضد كوفيد 19. ونقلت الصحيفة عن الوزير أنه من بين 3844 عملية تفتيش قامت بها المصالح المختصة، فإن 1724 لم تلتزم باللوائح المعمول بها. وإلى رواندا، حيث كتبت نيو تايمز أن الرئيس بول كاغامي أجرى محادثات أمس مع المفوضة الأوروبية الجديدة للشراكة الدولية جوتا إربيلينين، وقالت إن هذه التبادلات تمت في سياق تميز بتعاون قوي بين الاتحاد الأوروبي ورواندا. الرئيس بول كاغامي أشاد بدعم الاتحاد الأوروبي المستمر والضروري لمكافحة فيروس كورونا بحسب الصحيفة. وإلى إثيوبيا، حيث اهتمت فانابيسي بالاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أبي أحمد، والذي خصص لتقييم الإجراءات المتخذة للحد من انتشار كوفيد 19. وقالت الصحيفة إن أبي أحمد أكد على تعزيز قدرات اختبارات كوفيد 19 على المستوى الوطني وعلى ضمان الإنتاجية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.